بالعام 1770 تم بنائها لأول مرة، وقيل بأنه الغرض من بنائها هو للحماية طبعا بزمن العثمانيين، وإعطاها إلى الشيخ ذرب أو إلى هذه القبيلة باعتبار أن هذه القبيلة هي الأكثر تأثيرا وأكو نفوذ كبير جدا لمجموعة طبعا القبائل اللي موجودة، لذلك كانت مركزا للمراقبة أو مركزا للعسكر بشكل عام. القلعة كان لها يعني تأثير مهم جدا وصاحبت المتغيرات التي حدثت لاحقا، لذلك احنا راح ندخل الى داخل هذه القلعة ونتعرف على تفاصيلها، ويمكن احنا اول فريق يدخل الى داخل لانه هناك طبعا عمليات ترميم موجودة بها، راح نتعرف على دواخل هذه القطعة الهندسية المهمة جدا. تعالوا معنا بهذه الرفقة. بداخل هذه القلعة اللي هي طبعا مربعة الشكل، كل ضلع من أضلعها يبلغ طوله بحدود 50 متر، مع طبعا سمك للجدار بطول تقريبا متر، مبنية بالطابوق وكذلك بالجص مثل ما جاي يشاهدون، وهناك عمليات ترميم خضعت لها هذه القلعة على يعني مدى السنوات اللي كانت بها، كان لها أو تضررت بعض الشيء ربما أو هي خارج المدينة، لذلك لا تتوفر فيها مثلا بعض المتطلبات المهمة جدا باعتبارها طبعا يعني معلم سياحي الآن وخاضع إلى موافقات وزارة الثقافة لزيارتها. داخل القلعة نشاهد طبعا هذه الباحة الكبيرة جدا، الباحة بها تصور عسكري في بنائها، لأنه هناك طبعا هذه الدوائر اللي تشاهدوها هي أماكن لعلف الحصن يعني الحيوانات الخيل بشكل عام، يوضع العلف في داخل هذه الباحات الصغيرة، ومن ثم يتم يعني وصول الخيل إلى هذا المكان، مع طبعا الاسطبلات اللي موجودة لوقوفها. هناك طبعا 4 أبراج موجودة بأركان هذه القلعة، كل برج هو يعني يعتبر اتجاه للمراقبة أو اتجاه للحماية. في داخل هذه القلعة هناك أيضا شيء مهم جدا، وهو طبعا هذا البئر، هذا البئر اللي كان يعني يسقى من عند من موجود في القلعة، وكذلك الخيول، و طبعا في داخله، اذا ممكن الكاميرا تنزل في داخله، تشاهدون انه هو ايضا مبني بالطابوق وبطريقه دائريه. المبنى طبعا يعني مبني بالطريقه او بالطراز العثماني اللي شاهدناه باغلب المباني، موجود طبعا فتحات، هذه الفتحات هي للنشابه، كذلك طبعا التقويسات اللي موجوده باغلب الشبابيك، مع وجود غرف تحت الأبراج المراقبة، يقال بأن هذه كانت سجون في فترة من الفترات. المكان عسكري بالكامل.